تس 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 الله الله. متابعي موقع طنجه الاوفياء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرمضاني رمضان في الحومه. في رمضان كنعيشوا اجواء جميله مع الاحباب قبل الاذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومه، ورمضان في الحومه، ورمضان في الحومه، ورمضان في الحومه. زين، والحومه اللي عنزورها، والحومه اللي الله عزك حمود، والحومه اللي عنزورها اليوم ان شاء الله هي الحومه الدرادب. خليكم معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل عليك علينا وعليك وعلى جميع. حم والديك بارك الله فيك. كيفاش كدوز اجواء رمضان في الدرادبه اخي؟ بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. امور ماشيه. رمضان كنبغيو نحيو الذكرى ديالو كما العاده، كل سنه ملي خلقنا وحنا كنعرفوا العاده رمضان بخير وعلى خير. كنتين كتعملوا دائما ولا غير رمضان؟ لا دائما ان شاء الله، مستمرين فيها. اي والله كنشوفوا هذا رمضان ان شاء الله رجا بخير والخيرات ديالو والارزاق. بالنسبه لاجواء رمضان في درادب شحال هذه دابا تبدلات ولا تبدلات؟ شي الامور رجعت شي شويه. شحال الحاجات اللي تبدلوا؟ بزاف ديال البيع والشراء، بزاف ديال الطرقات، الاحياء ديال ذكرى رمضان ما بقاتش هي هي. بحال دابا اللي غنقول لك، كنا كنتسناو رمضان بواحد كنتسناوها بواحد فوقاش يجي، فوقاش يجي، وبزاف ديال هذه كنتمناو غير فوقاش يجي. دابا ما بقاش ديك الحي، يعني رمضان بحال اللي ماشي، ما بقاش ديك اللذه ديالو، يعني الانسان ما بقاش كيعمل ديك شحال نقول لك ديك يا ربي خرجت قال ديك الحلاوه، ديك الحلاوه د رمضان، وديك المحبه اللي كانت قبل، وتجمعات عائليه، وديك المحبه والجيران، وهذا يعاون. ما بقاش ديك الشيء هذا. كنطلبوا الله عز وجل يكون هذا رمضان هذا هو الباب اللي يتفتح لعباد الله، ويفتح لباب الخير وجميع المسلمين. شكرا بزاف اخا عيما. السلام عليكم خي خالد. السلام ايوب، عاش مبروك. الله عليك عمر والديك، الله يحفظك اخي. الطاجين هذا باش معدل ان شاء الله؟ الطاجين معدل بالشطون اخويا ديالي، زين عارف عمر. واخا الشطون غالي. لا احنا كنجيبوا كل شيء بطل اخي، احنا عايشين هنا يا بطل. اي والله كنجيبوا. شحال شاركين؟ شحال شاركي في الطاجين هذا؟ ثلاثة د الناس اخي. ينزل شحال عيالك؟ 10 20 مرحبا بهم اخي. اي والله. اجواء رمضان كيفاش كدوز؟ الدراري مضخمة الحمد لله، الدراري كاملة متفاهمة مع بعضيتها، كل شيء بخير الحمد لله اخي. الله العظيم درادب معروفه بالخير اخي، والله العادي ما تينا كتشوف كل شيء باطل، عايشين باطل، فروطه باطل، احنا عايشين معاهم وسال. والله تبدلوا الاجواء في درادب ولا والو؟ شويش شويش. شنو هما الحاجات اللي تبدلوا؟ تبدلوا الدراري مشاو بحالهم، كاين بعض الدراري مشاو لاوروبا، ما بقاوش مشاكل بحال اللي قال لك. دراري تبارك الله ضمنص مع بعضيتها، فهمتيني كيفاش؟ والحمد لله خي ايوب، كلشي بايع شاري، كلشي الحمد لله. الحمد لله والله الا كلشي بايع شاري، كلشي مضخم مع راسو، تينا كتشوف كلشي بغارت عينك اخي اي. السلام عليكم خي. السلام عليكم خي ايوب، كيف تينا الحبيب؟ مزيان، عواش مبروكه، كلشي مزيان، رمضان كريم، حم الوالدين اخي ايوب. مرحبا بيا عندكم في حومه الدرادب. مرحبا بك دائما، مرحبا بك في درادب اخي. مرحبا والديك خي مفيد. عن سقسيك الاجواء الدرادب كيفاش كدوز عندك؟ اجواء الدرادب، اجواء الدرادب مضخم الحمد لله، رمضان مزيان، ما كاين لا مشاكل لا صداع، الدراري كلشي متفاهم مع بعضيتو، كلشي فرحان، كلشي نشيط، كلشي كيبيع ويشري الحمد لله، هانيه محسن ان درك رمضانات اللي كازو اخرين، وكلشي الحمد لله مزيان. كاين الناس كيقول لك احياء شعبيه قبل المغرب دابيزات، الحمد لله هادشي الحمد لله ما كاين والو، ما كاين لا دبزه لا والو، يجيو يجلسوا هنا يشوفوا كلشي متفاهم، كلشي مزيان الحمد لله، كلشي مضخم. ناس درادب ولاد الخير الحمد لله. ولاد الخير كلشي، اجي تفطر مع راسك اللي ما كاينش، كلشي كيفطر، كلشي هاني، كلشي مفوج الحمد لله، حنا خصنا غير النشاط. بزاف الناس اخي مفيد في الكومونتيرات، ناس الجاليه كيقولوا لي توحشنا درادب، مشينا درادب، خصك تبارك لهم دابا. درادب الدراري عواش مبروكه، ورمضان كريم، ونتمناوكم تكونوا مزيانين ان شاء الله، واجواء درادب هي مضخمه الحمد لله، الجاليه ديالنا الدرادب كاملين تهلاو في راسكم، عواشركم مبروكه ورمضان كريم. شكرا بزاف اخي موفي. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين.
مرحبا بكم عندنا في درادب. شكرا بزاف كبير هذا ملي جيتو لعندنا. مرحبا. عن سقسي كيفاش كدوز الاجواء درامادان في درادب؟ اجواء درامادان في درادب اجواء عاديه الحمد لله، بنادم مع ربعتيته مزيان وشويش دراوش الحمد لله، وبنادم في العشيه كيمشي يتجمع، امور عاديه الحمد لله. باقي الاجواء في شحال هذه؟ لا باقا واخا نقصت شويش حق باق قدام لك حتى شي واحد، باقي الاجواء درامادان. الحاجة اللي نقصوا في درادب؟ درادب نقصوا هما الدابيزات ما كاينينش الحمد لله، هادشي اللي بغينا حنا الحمد لله. بنادم بدا كيوعد صافي والله الا هادشي اللي كاين الحمد لله. دابا رمضان كزهاني مع راسو اي والله ما كاينين صداع ما كاين، هذيك بنادم مع كل واحد كيخدم على راسو كل واحد المسائل ديالو صافي ما كاينين صداعني والو. وهادشي اللي باش كتجيب الحمد لله. ها باش كتجيب المغرب؟ مع حنا مع الرزياق ديالنا هنايا، حنا خدامين الله يجعل شي بركه. اجواء رمضان واش باقات ولا لا؟ ايوا باقي ديك الشيء بركه، باقي الشهيوات، باقي الطواجن، باقي الشوا، باقي كلشي. كنشوف كيجيو عندك قلال الناس ديال اللحم بزاف ياك كيجيبوا الشوا صافي هادشي اللي كاين. اما الشغل ياخذ الخبز ما قلال ما بقاش رمضان الخبز والو. لا والو قليل. شنو اكثر الحاجات اللي كيجيبوا لك الناس في رمضان؟ عاده مثلا اذا بريوات اللحام الحوت الدجاج. ما شاء الله هذا العام هذا مهنيين من الصداع، ما كاينش لا دابيزه لا والو. الحمد لله بحال كورونا دعمنا ولا شنو عملوا، كنا كنشدوا بكري هذا العام كنشدوا شي بكري. بحق الاجواء الحمد لله مزيانه، تهنينا بالصداع. ما عرفتش مين مجيه الصداع ما كاينش، كان كل عام رمضان الله يحفظك كطيح الروح هنايا. بحق دابا الحمد لله تهنينا الحمد لله. لا الحمد لله يمكن بنادم داك يتسخي ربي مزيان الحمد لله. درادب شحال هادو درادب دابا كيفاش؟ لا فرق كبير، درادب قبل كانت خاويه دابا عامره بزاف، دابا عامره تبارك الله ما شاء الله. شكرا بزاف وعواشر مبروكه، بغيناك تبارك لنا الناس العواشر. الله يبارك فيك، كنبارك العواشر لجميع الامه المسلمه العربيه وخاصه مدينه طنجه وحي الدرادب. تحياتي. اجواء رمضان في الوقت ديالك يعني. كاين شويه الاحترام، كاين شويه الاداب، كاين شويه الاخلاق. كانوا الناس كيمشيو للمساجد، كانوا كيحترموا بعضياتهم، الجيران كيتعاونوا مع بعضياتهم. إيه توقف عليا كنوقف عليك، اي حاجه كانت بحال ايوا اللي نعود لك الشيء هذا خصو خصو قصه ياك ماشي قصه صافي خصو تكون راس باقي عم بعيده خويا. واخا ماشي مشكل ماشي مشكل دابا من بعيد اخويا ما قال لك حتى كتعمرها كتغني ايوا دابا. شكرا بزاف عمودي علي وعواشر مبروكه. علينا وعليكم الله يرحم والديك. السلام عليكم خير دواد. انا خاي ايوب كيس عواشر مبروكه. علينا وعليك الله يرحم والديك. كيفاش كدوز الاجواء في رمضان؟ الحمد لله خاي كيف مشى المسيره وكنطلبوا الله. كاين شي رواج؟ كل شيء كاين الحمد لله. الرواج الدراري كتحرك مع بعضياتها في حي درادب، ورخا كاين موجود الحمد لله. كاين رخا ولا كل موجود رخيص الرئيس، كاين رخا كلشي رخيص. لتشين 3 درهم الرئيس اللي ما بغاش يعصر. اللي ما بغاش يعصر والسلام. 3 درهم تفاح 8 درهم لا ما نقول اللي ما بغاش يقول رخا والرباخه. ها دائما كتسمي هذا المشروع عندك دائما ولا غير رمضان؟ لا دائما الحمد لله. وفي رمضان كاين الراوج؟ كاين الراوج الحمد لله، وكلشي كياكل ويشرب دراويش هذا مع هذا بلا ما نقول. شكرا بزاف بارك الله فيك وبارك لنا الناس العواشر. ارحم بابك لينا وعليكم الدراري، تعاودوا بالصحه ولهنا العواشر مبروكه من درادب حتى لاين. من درادب سانكويره. الله يعزك. شكرا كيف اخي ارحم بابك. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه الاجواء في الحومه درادب. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وحومه جديده. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.